اليوم غادي نرحلوا بكم مدينة وادلو اللي هي مدينة صغيرة كتواجد في شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقريبة من مدينة تطوان وشفشاون. سمت هذه المدينة باسم النهر اللي كيحمل نفس الاسم اللي هو من أجمل الأنهار بالمغرب. مدينة وادلو هي مدينة جبلية كتوفر على مؤهلات طبيعية هامة، الشيء اللي كيجعل منها قطب سياحي بامتياز. كتميز مدينة وادلو الشاطئية أولا البحر، الهدوء التام في مدينة وادلو، والكل كيعرف أن مدينة وادلو فيها واحد الطمئنان كبير وفيها يعني كاين الأمن والناس ديالها طيبين. كتميز هذه المدينة أيضا بصناعة الفخار واللي هي حرفة يدوية نسائية، فتشتهر بها منطقة فران علي اللي كيتميز الفخار ديالو أنه ما كيحتويش على مادة الرصاص، الشي اللي كيجلب بزاف الناس داخل وخارج المغرب باش يقتنيو المنتوجات ديالو وأيضا فرصة باش يزوروا هذه المدينة. إذا كانوا العواو معهم أولادهم ما كنحسبوهم شيء، وإذا جلسوا يعني مدة طويلة كنعملوا لهم واحد التخفيض باش كنشجعهم يعني يبقاو معنا. وإلا بغيتوا تخلصوا من ضغوطات الحياة وتكتسبوا طاقة إيجابية ما عليكم غير زوروا هذه المدينة.